خلاص ماشي ماشي استفدنا. القطف السيجارة افضل احسن لك. احنا على كل حال كل ده بنسجله ولا تخافوش، اعملوا اللي انتوا عاوزينه، بتتسالوا انتوا قاعدين. ساعة ما تحب بقى يا استاذ مفيد تتكلم انت. يلا كلنا جاهزين يا ياسر. احنا دايرين. ايه ده والله العظيم كلنا؟ كل ده استاذ احمد زكي، هل توافقني على ان الفنانه نجلاء فتحي دخلت السينما من باب الجمال؟ توافقني؟ طيب اسمح لي اسالك، كيف تحولت نجلاء فتحي من نجمه جميله الى ممثله جميله؟ نجلاء فتحي مرت بمرحلة الطفولة الفنية من خلال جيل الستينات، وكانت صغيرة جدا، فكانت زي البونبوناية كده، بنت جميلة حلوة عندها قبول وحضور، يعني عندها الـ الـ الأشياء اللي تنجح الفنان، لازم يكون عنده قبول وعنده حضور، وهي كانت تخش القلب، فاتحطت. وبعدين هي ذكيه جدا ولماحه، فابتدت تتعامل مع الكاميرا، الكاميرا حبتها من خلال الحاجتين اللي انا قلت لك عليهم دول، فابتدت تعمل ادوار البنت الشقيه وبعدين البنت الرومانسيه وبعدين كانت بتستوعب بسرعه، فحبيناها كلنا من خلال ادوارها الاولانيه دي. وبعدين النقله الثانيه اللي هي مرحله شبابها الفني بقى او صباها، لان هي دلوقتي في مرحله الشباب الفني، يعني عمليه ابتدت تعمل عمليه تطور خطير جدا، لانها بقول لك بتستوعب 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 وبتتامل وبتشوف. فمرت بقى بالفتره اللي بعدها اللي هي دمي ودموعي وابتسامتي وسونيا والمجنون والشريده والاعمال العظيمه اللي عملتها دي، فقدرت هي من مرحله الطفوله الفنيه الاولانيه اللي هم كانوا بيلبسوها ثوب البنت الحلوه، بس البنت الحلوه دي كان لها انياب، انها مش يعني مش بتعمل دورها وخلاص، لا كانت بتتفرج على كل التفاصيل وكل الاشياء وبتتعلم من كل اللي حواليها، فبقى عندها. وبعدين الفنان لازم يبقى يعني على علاقه بالحياه المحيطه بيها، فهي عامله علاقات انسانيه في حياتها من خلال اهلها ومن خلال اصدقائها ومن خلال قرايبها ومن خلال تواجدها في الاستوديو، فكانت يعني ايه بتستوعب. يعني ده الحكم بتاعي ده جاني من خلال ما تعاملت معاها في فتره متاخره. وهي كانت تحولت من مجرد نجمه جميله الى ممثله جميله. الى ممثله جميله، والنهارده تحولت الى يعني في الفتره الاخيره دي نجلاء فتحي يعني تحولت الى انها تبقى ممثله عظيمه، وسيكون لها شان كبير جدا في تاريخ فن التمثيل في مصر. تحطها فين في الترتيب؟ جنب مين؟ بعد مين؟ قبل مين؟ يعني اولا كل فنان بيبقى له ملامح، ما اقدرش اقول زي، نعم، انما هي متفرده ومتفرده وهتبقى في التفرد بتاعها ده. نجلاء فتحي هتبقى يعني ملكه متوجه في الحته بتاعتها، يعني قريبه مساحه جغرافيا من سعاد حسني؟ يعني سعاد حسني فنانة عظيمة جدا، وطبعا يعني مش هقدر يعني دلوقتي احنا مش هقدر اقول سعاد حسني، لان سعاد حسني الرأي معروف فيها يعني، ولكن نفس الحكاية في نجلاء فتحي، يعني كل واحدة فيهم يعني سعاد بتشتغل في المنطقة بتاعتها وفي ومع سعاد حسني، ما اقدرش اقول سعاد حسني هي سعاد حسني، نعم، ونجلاء فتحي هي نجلاء فتحي، نعم، دي بتنجح بشكلها بأحاسيسها بأدوارها بأعمالها، ودي برضو كده، فما اقدرش اقول دي زي دي، نعم. طب بالمناسبة مين جمهور نجلاء فتحي؟ والله جمهور نجلاء فتحي كل الناس، الأطفال يمثلوا قيمة بالنسبة لي، الأطفال لأنها فيها طفولة عظيمة جدا، فيها طفولة وفيها براءة وفيها شباب، وفيها يعني تلاقي يعني الأطفال يحبوها، والشابات وشبان يحبوها،
يعني بيلاقوا عندها البساطه وبيلاقوا عندها الرقه وبيلاقوا عندها المعايشه. استاذ احمد زكي اذا سمحت لي، انا لما طلبتك عشان تسجل ونقول وجهه نظر في الفنانه نجلاء فتحي، لما طلبتك عشان نسجل ونقول وجهه نظر في الفنانه نجلاء فتحي، هل انت جيت تقول وجهه نظرك مجامله ولا انت سعيد وانت بتتكلم عن نجلاء فتحي؟ ممكن نعيد تاني للتسجيل؟ ليه؟ عشان عرقان قوي، النور شديد عليا، معلش. قول لي ادخل داير من ساعتها وتخلي الكلام حلو. استاذ احمد زكي، انا لما طلبت حضرتك عشان تيجي مشكورا تتكلم عن مدام نجلاء فتحي في برنامج عنها بمناسبه فوزها في جائزه وجوائز من قبل، هل انت جيت مجامله ولا سعيد وانت بتتكلم عنها؟ اولا انا فرحان بنجلاء فتحي. نعم. والجائزه اللي خدتها هي جائزه لكلنا، يعني لكل الممثلين. وبعدين هي ما خدتهاش من فراغ، لان نجلاء فتحي بتعشق فنها وبتقلق قوي عشانه، فهي فنانه يعني حتى النخاع يعني من بدايتها خالص، هي مرت بثلاث مراحل. مرحله الطفوله الفنيه انا بعتبرها طفوله فنيه من خلال افلام رئيس نجيب، وكانوا بنت كده زي البنبنايه حلوه شكلها جميل قطه، ف ودي برده مش مواصفات النجاح. تمام. لان لابد ان يبقى جنب الجمال في حضور في قبول، والحضور والقبول دول من عند ربنا، فهي بتستمتع بالحاجتين دول بجانب انها كانت جميله وهي حابه الفن يعني. فلما تقدمت في الفن ابتدت تعمل ادوار حسب شكلها يعني وحسب الملامح بتاعتها. وبعدين ميزتها انها كانت بتستوعب كل ما يحيط بها في قلب الاستوديو وبتتعلم منهم. يعني انا من خلال احتكاكي بنجلاء فتحي حسيت انها اولا لما تخش الاستوديو بتعمل فرحه فيه وبتعمل علاقات مع كل الناس، العمال والمخرج والممثلين والكومبارس، فبتعمل نوع من الدفء. وبعدين بتحب تسمع مشاكل الاخرين وتساعد. يعني يقولوا نجلاء فتحي دي ست جدعه، يعني من مواصفاتها لانها بتقف جنب زمايلها، بتقف جنب اي حد محتاج اي حاجه. وبعدين باستمرار بيستوقفها اشياء صغيره جدا في الحياه فتقعد تحكيها، بتقرا كتير. يعني في الفتره الاخيره ديت حسيت انها بتقرا مشاكل الناس، ممكن تبني مشهد كويس جدا. فبدات في نضج فني خطير جدا. وبعدين مرت من مرحله الطفوله الفنيه اللي هم حطوها فيها لمرحله الصبا الفني بقى، اللي هو البنت اللي فهمت وبدات تحب فن التمثيل قوي، فعملت اشياء كما لو كانت يعني 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 مولوده في الاستوديو، لانها بقى بتعمل الشريده وبتعمل دمي ودموعي وابتسامتي، وبتعمل افلام وسونيا والمجنون وصابرين، عملت افلام يعني تقول ازاي البنت دي قدرت تستوعب يعني تروح طالعه من الرومانسيه عشان تعمل ادوار المتنوعه ديت وبنفس الجو ده. فده مش جاي من فراغ، جاي من نتيجه بحث وتامل. وانا اعتقد ان الفتره الثالثه بقى اللي هو شبابها الفني دلوقتي سوف تسر الحركه الفنيه والسينمائيه وفن التمثيل خاصه، ان العشر سنين اللي جايين يعني نجلاء فتحي هتكون علامه من علامات فن التمثيل في مصر، ويشار اليها بالبنان. يعني هكذا انتقلت هذه فنانه عظيمه. يعني هكذا انتقلت من مجرد نجمه جميله الى فنان نجمه ممثله عظيمه. استاذ احمد زكي، وبعدين انا عاوز اتفضل. يعني لو انت جيب لها اخر فيلم عملته اللي هو لعدم كفايه الادب. نعم. ونجلاء فتحي عمل الدور واحده ست فلاحه ونزلت تدور على جوزها وما تعرفش حاجه عن مصر، وبعدين اتهموها ان ابنها ده مش بتاعها، ودخلت حيرانه في قلب اسمى البوليس، فاتفرج على المشهد ده بالذات. نعم. محاكمتها وازاي حاسه بالقهر ده وازاي عملت المشهد ده
انها ممكن تضرب وممكن تتشال على الارض. يعني كانت بتطلب انها تعيده من اجل انها عاوزه تعمل نوع من التجويد. نعم. يعني فده يعني ولما اشتغلت معاها في وارجو ان كنتوا تورونا المشهد ده. نعم. ولما اشتغلت معاها في احلام هند وكميله اللي اخذت في جائزه انا معاها الشخصيه فلقيت لما بقف من الممثلات القلائل جدا اللي انا بقف معاها في قلب التصوير ابص الاقيني ببص لهند اللي هي عامله شخصيه هند فابص الاقي هندي قدامي مش نجلاء فتحي فالتفاصيل اللي ابتدت تعملها فده شيء هيبقى يعني شيء وانا ما استغربتش انهم يدوها الجائزه بل بيستحق انها نجلاء فتحي بيتهيألي كل سنه هتجيب جائزه. مين جمهور نجلاء فتحي؟ كل الناس الاطفال ليهم مساحه بيحبوها جدا يعني جمهور نجلاء فتحي من 8 ل 88 يعني الشباب البنين وبنات بيحبوها ايام المرحله بتاعت الرومانسيه اللي كانت بتعملها راجل الشارع لما ابتدت تنزل بالادوار الانسانيه ابتدت برضه تقرب من قلوبهم قوي فهي عندها يعني من خلال احتفالي بيها حسيت انها يعني مش عاوزه تكرر نفسها يعني عاوزه تعمل كل حاجه بتحصل في الشارع المصري. سعاد حسني كان ممكن تعمل دور نجلاء فتحي في احلام هند وكاميليا؟ اه كان ممكن تعمل الدور نجلاء فتحي كان ممكن تعمل دور سعاد حسني في حلقات هو وهي التلفزيونيه معاك؟ اه كان ممكن. اذا لما انا اقول انه اين تقف نجلاء فتحي في خريطه الفن يبقى الاجابه ايه؟ تقف على القمة بجوار سعاد حسني كده عظيم. نجلاء فتحي عن قرب وانت بتشتغل معها في السينما هل حسيت منها قيم فنانة؟ يعني انا افتكر في بداية حياتي الفنية وده موقف لا انساه. تفضل. كانت نجلاء فتحي فنانة كبيرة قوي وبشتغل في اسكندرية ليه جايبني اعمل دور صغير كده وجه جديد. نعم. فهي كانت نجمة كبيرة قوي أيامها وبعدين أنا مش يعني هي نجمة كبيرة وأنا وجه جديد بس أنا أكبر منها في السن. نعم. فجت وقفت في مشهد في أستاذ يوسف شاهين بيوجهنا يعني إنها مراتي وجاية لي بعد مدة زمنية معينة بتزور جوزها اللي هو أنا يعني فبظهرها الكاميرا من وراها وعشان تاخد تعبيرات هذا الزوج اللي هو أنا فرحته بابنه فانا عملت المشهد وبعد ما خلص المشهد الاستاذ يوسف شاهين قال اوكي انا خلصت اللي بعده يعني المشهد اللي بعده. نعم. فانا يعني عملت ده كده وبقيت تعبان تاني يمكن يقول لي لا خلاص او حد يكلمني فهي زي ما بقول لك تامليه جدا ابتدت تقول لي في ايه مالك؟ قلت لها اصلي كان نفسي اعمله احسن من كده وخايف يعني يا استاذ يوسف وبتاع فرحت قالت طيب وهي الظهر